ما بيفلت منها كوم ولادة نيسا دي كوم تاني. اسمع مني. مش مأمن ولا مصدق يا ست الناس، البيت دي بتحب حب عبادة، يعني لو جاب من الأرض وحط عليها برضه هتنخ قصاده. وبعدين يا صلاح بقى معاك ما تقلقنيش، ما هي لو ليلة ميسا دي ما وقعتوش مفيش حاجة تانية هتوقعه ولا هنلاقي له سكة. خلاص نستنى اللي يجي من سكة ميسا عشان خاطرك، وهو برضه إيد لوحدها ما تفرمش. لا قول لي يا صلاح، أنت ليه عايز تأذيه بالجامد قوي؟ ليه بتخونه وبتضربه في ظهره وانتوا صحاب عمر؟ عجيبة الكلام ده ليه أنا؟ طب ما انت اخته ما كانش فيه اقرب منكم لبعض، وعايزة تجيبي ظهره وتجيبيه الأرض أكتر مني، ولا انت قلبك رق وجبتي ورا بدري؟ أنا مش ههمد إلا لما أكسره، أهد دنيته حتى حتى قدام عيني، بس أنا عندي اللي يخليني أعمل ده. لكن انت، ما انت طول عمرك مطوي تحت جناحه وبتقسموا اللقمة مع بعض، دي بتنزل جوفك قبل ما يشم ريحتها. ما عشان كده، عشان كده يا ست الناس، سيد طول عمري شايفني أقل منه تحت جناحه زي ما بتقولي. هو المعلم سيد بوخارست اللي يخطط ويرستق ويرسم، وأنا الواد صلاح اللي لو ما نفذش صح ياخد بالجزمة. ده كفاية بصيته ليا لما طلبت إيد أخته. يا شيخة ده حتى أبويا كان بيبدي عليا. يا صلاح، ده أنا كنت فاكرة اللي بينكم محبة ومراعية للعيش والملح. أتاري جواك نار من زمان ومداريها. لا يا نصر، لا، أنا كان كشف ظهره على حق، وحياة أمي اللي عمري ما أحلف بيها كده. أنا كنت مستعدة فدي بروحي في أي وقت، في أي وقت حتى لو فيها موت، بس هو اللي اختار يدوس عليا عشان يعلى ويشوف سكته. وعلى فكرة أنا عايز أعور سيد هو، بس مش عايز أموته، عايز أحط السكينة في رقبته بس ما أذبحوش. نفسي أعلمه درس، أفهمه إن صلاح راجل مش قليل. فهمت يا ست الستات؟ الحياة بقت فاضية حواليا، بس عارفة أنا مش حاسس بفرق جامد عشان طول عمري لوحدي، حتى وانا وسطيهم كنت برضه لوحدي. انت عمرك ما انتميت للمكان اللي انت فيه يا احمد، انت هناك باسمك بس، لكن روحك محتاجه تروح في مكان اوسع وافضل. انت ازاي عارفاني كده وفهماني كده مع انك عمرك ما قابلتيني؟ عشان دايما اقولك اني كنت زيك احمد، كنت أعيش كل تفاصيلك دي لخط ملايين تري روحي ارتحت له، وعايزك تبقى معايا فيه، نوجب مع نفسينا لله ما بعد. بس ده هيحصل ازاي؟ ما كل واحد فينا ببلد، انا في حته وانت في اخر الدنيا. نتقابل في مكان صح، احنا محتاجين ارض جديده نبدا فيها. قصدك ايه يعني؟ قصدك نهاجر؟ هجره لله ورسوله، ايه رايك احمد؟ كل حي بياخد نصيبه. يا نهار يا نصرة، ده انا بقولك العيال عاملين زي اليتامى، كل واحد فيهم واخد ركنه ومدي ظهره للتاني. جرى يا ميس؟ انت يا اختي جايه تطمني عليا ولا جايه تنقرزيني نقرزه نسوان؟ العيال غلابه صحيح، ما قلناش حاجه، بس انت عايزه نصرة تعمل لهم ايه ولا مؤاخذه يا ست البنات؟ اذا كان اخوهم اتذكر اربط عندك يا معلم ولا كلمه زياده، اللي بينك وبينه يفضل ما بينكم انتوا الاثنين وبس، تترشوا في وش بعض لما تتقابلوا، لكن تجيب سيرته وهو مش موجود عليا النعم. بقول لك يا بيت ما تهبطي شويه. الله، وهو قال اللي مش فيه؟ اه، هو اللي جه عليهم زي ما جه علينا قبليهم، ولو عندك كلمتين عايزه تديهم لحد في جنابه يبقى هو مش احنا. يا لهوي يا نصرة، انت يا اختي اللي بتقولي كده؟ يا خسارة، طول ما انت رامية نفسك في حضن اللي بيكرهوه عمر ما قلبك ما هيصفاله. والنبي غلبانة غلبانة يا نصرة. انت يا ميسا، انا عايز اقول لك حاجة كده من المدارية عشان ما اكسرش بخاطري. ارخي يا اختي حبل العشم اللي بينك وبين المحروس شويه،
بدل ما تصحي في يوم تلاقيه ملفوف حوالين رقبتك وانت مش دريانه. في ايه يا نصره؟ لو في حاجه في بالك يا اختي قولي لي عليها، وكل واحد يقفل على اللي في عبه وخلصنا. احنا عايزين مصلحتك يا ميسا، ولو كان على الدغري مفيش اسهل منه. البيه اللي انت ماشيه تردي عن سيرته ده نفض قلبه من يمتك ومرافق مره من اللي فوق، ها؟ موجة الشاي راكبة على راسه ومغرقاه بفلوسها. اظبط يا جدع انت وعدي قول، مش انا يا اخويا اللي تضحك عليا بكلمتين وتوقع بيني وبين سيد. ماشي بالهداوة يا اختي بالهداوة، محدش فينا غرض الا مصلحتك. طيب وليكي حق يا اختي تتاكدي. طب روحي اساليه، لو قال ما حصلش عمرك ما تصدقيني لا انا ولا جوزي. ها خش يا بطل. رحاب عمر، الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك يا خالتي، وحشتيني. الحمد لله على السلامة، لولاي كان زمانك بتقولي كفارة يا زمن. ربنا يخليك ليا يا اخوي، والنبي من غيرك ما كنت عارفة هبقى فين دلوقتي. ما تقوليش كده، عيب الكلام ده حوبة. طب خلي بس حد يهوب لك يا خالتي وانا شق نصين. ياض انت ما بتحرمش، ما تهدى بقى. خلاص خلاص، خش يا حبيبي ارتاح في اوضه خيالك متوضبه وزي الفل. ارتاح فيه، لازم يستحمى الاول. يلا خش استحمى على كده ارتاح، شوف لي حاجه كلها. حاضر. الله يا اخويا روق، انت هتفضل عاقد لي راسك وزاعق لغايه امتى؟ يا ما في ناس بتتخانق وترجع تتصالح تاني. وبعدين تعالى هنا قول لي، انت ليك غير سيد؟ انا ما كانش ليا غيره، بس هو بقى ليه كتير، ما يبانيش ليه بقى. اهو ده بقى الكلام الماسخ. سيبيه يا يوني، سيبيه يكدب على روحه ويصدقها. انا ماشي. الله، اقعد يا صلاح، اقعد، انا عايزك في كلمتين. سيبينا منها شوية. تؤمر يا أخويا. يا صلاح، أنا عايز أعرف أنا بعتك في إيه؟ فات أوان القوالة، البيعة تمت وخلصت. صح، لما بعتني مع فوضى ونصرة وحكيت حكايتي مع عبد الحليم، ولما رحت لفيت على حمادة الطيب عشان تاخد البضاعة من ورا ظهري، مش كده؟ أنا بقى عملت إيه قصاد ده كله؟ قصدك عملت إيه قبل ده كله؟ أنا كل اللي أنا عملته ده كان رد على عمالك معايا، وعشان تفهم إن أنا مش صغير ولا خرع زي ما أنت فاكر. أنا طول عمري أخوك الصغير وبحترمك وبقدرك وما بقولش لأ، بس الصغير بيجي له يوم ويكبر، وأنت بقى ما سبتنيش أكبر. الجلالة خدتك وما بقتش شايف غير نفسك يا سيد. متضحكش على نفسك يا صلاح، انت طول عمرك عارف بخرست وجدعنته معاك، بس انت بس اللي بتشيل جوا منك وفي الاخر بترجع تشتكي. عايز تنطرني براها وما اشتكيش؟ ما حصلش، انت اللي اتسرعت، انت اللي ما فهمتش دماغ اخوك. انت اكتر واحد خسر في الليله دي، خسرت صاحبك، خطيبتك، خسرت ابوك. طبعا هتشيلني الغلط زي كل مره ويطلع صلاح هو اللي وصل. بقول لك ايه، اخري معاك ايه يا سيد؟ اخري معاك سكتي، ده عشان ما تقولش منا صلاح البضاعة وهديها لك، بس قصاد عيني يا صلاح انا عايزك تدخل سوق كبير. وانت غرضك ايه من ورا ده يا سيد؟ عايزنا بقى عصفورة في حجر فودة؟ يا ابني فودة مش بعيد عن عينيا عشان اتشعبط فوق كتاف حد وابص عليه. يا ترى بعمل كده عشان انت اخويا صاحبي، عشان ما تقولش مني وتلحق باقي الناس اللي حواليك اللي بيحبوك. مش شاري يا سيد. يا ابني وانا مش بايع، انا بعمل كده معاك جدعان، افهم الكلام. أحلى شاي لأحلى شباب. يلا يا حبيبي، يلا يا سيد. قلت يا صلاح، ماشي. السلام عليكم. يا حبيبة النبي لا تقعد يا سيد. اخلص يا طيب. يا عم خد مني المفيد وبلغني. لا أورس عليه، يلا طير.
بقول لك يا ميسا، النهارده دماغي مش رايقه. عندك كلمتين على السريع قوليهم، ما عندكيش اطلع على المشي وانا هاجي وراكي. ما بتجيش يا سيد، ولا انا جايلك فيه مستعجل ومستعجل قوي كمان. شاري ولا بقى في اهم مني؟ اخلصي. عايز تقولي ايه؟ هنتجوز امتى يا سيد؟ اتجوز؟ نتجوز. ايه؟ عيبه؟ لا مش عيبه، بس مش وقته. لا وقته، وعين وقته كمان يا سيد. انت بسم الله ما شاء الله القرش مش في ايدك، وبقى عندك بدل الملك 10. مش بس كده، انت بقيت كبيرهم كلهم. القرش انت بتتكلم عنه ده انا تعبت فيه، قعدت اجري ورا سنين طويله لحد ما وصلت له. ما عنديش بقى استعداد افكر في حاجه تانية واشغل نفسي ويروح مني. غرضك ايه يا سيد من اللي انت بتقوله ده؟ اسمع يا ميسا، زمان لو كنا بنصبر ايراد، النهارده لازم نصبر 24 ايراد. الصبر ده بيمشي على الحلال بس ولا بالمزاج؟ مش فاهم. موجة الشايب يا سيد. يعني الكلام طلع بحق للدرجة دي؟ أنا رخيصة عندك يا سيد؟ تجيلي بالنهار تشتكيلي أشيل من اللي عليك، وبالليل تروح ترمي نفسك في حضن واحدة تانية بتدوس على ما بيننا يا سيد؟ أري يا ميسا، مش ده كان كلامك زمان؟ لو في مصلحة اعمل اللي أنت عايزه، طالما في الآخر هترجعلي. ده كلامك ولا لأ؟ ما بترجعش. عملت تدوس على الدنيا كلها، مسنود على كلمتين قلتهم لك عشان انت عارف ان انا بحبك. حرام عليك يا سيد، انا بكبر، قلتها لك بدل المره 100. مش عارف اجيب منك عيال ولا حتى من غيرك. غيري؟ ايه بقى كده؟ وبتقولي عيني عينك، بتربطيني يا ميسا؟ يعني دلوقتي يا غيري؟ طب مع ألف سلامة يا ميسا. إيه؟ ما صدقت تسمع كلمة مني؟ غيرك، ولا هو حلال لك وحرام عليا؟ طب اسمع يا ميسا، اللي بينه وبين موجة مصلحة وبس، مش ينفع أسيبها دلوقتي، فاهمة ولا لأ؟ لا مش فاهم. وخد مني أنا النهي بقى يا سيد، أنا بحبك وعمال أدوس على اللي جوايا عشان شارياك، بس هي كلمة وملهاش نم. يا تبعد عن المرة اللي انت ماشي معاها دي، يا والله العظيم. يا ميسا، عايز تحكم عليا وتحاسبيني زي غيرك؟ طب انا مش هسيب موجة حتى لو وقفت على شعر راسك. ليه؟ فيها احسن مني. كيفي ومزاجي، قلت لك قبل كده زمان، انا همشي في اي سكة عشان اوصل للي انا عايزه، واقولهم موجة، واي حد يقف قصادي انا هفرقه مهما كان مين.